دوس سانتوس، ضربة جزاء للمغرب الفاسي في التنفيذ. اللاعب دي سانتوس منير الرحماني يعلن عن إشارة تنفيذ ضربة جزاء لصالح المغرب الفاسي، والهدف الهدف يوزير دا كروز دو سانتوس. كرة وهدف للمغرب الفاسي في الدقيقة 78 من المباراة، تمنح هدف التقدم وتسعد آلاف المناصرين، ما يزيد عن 25,000 مناصر بملعب فاس الكبير في قمة السعادة والفرح بهذا الهدف عبر دي سانتوس دا كروز الملقب بديو. ديو يسجل هدف يساوي الكثير في مباراة اليوم، ونحن نلعب الدقيقة 78. هدف لا سفر، وطاقم البدلاء يتنفس السعداء كما يتنفس السعداء الآلاف من أوفياء المغرب الفاسي أمام شباب الريف الحسيمي الذي اجتهد كثيرا طوال دقائق المواجهة، لكن في الأخير منير الرحماني يعلن عن ضربة جزاء.